عرض مهندسون يابانيون تدعمهم شركة تويوتا موتور أمس السبت سيارتهم الطائرة التي يأملون في أن تتمكن من إشعال الشعلة الأولمبية أثناء مراسم افتتاح دورة الألعاب الصيفية طوكيو 2020. وكانت كارتيفاتر، وهي شركة ناشئة تضم نحو 30 مهندساً بما في ذلك بعض الموظفين الشباب من تويوتا، بدأت تطوير سيارتها الطائرة التي أطلقوا عليها اسم سكاي درايف في عام 2014 بمساعدة من حملة تمويل جماعي. وقال رئيس شركة كارتيفاتر سوباسا ناكامورا أنه في حين لا تزال السيارة في مرحلة مبكرة من التطوير، إلا أن المجموعة تتوقع إجراء أول رحلة طيران مأهولة بحلول نهاية عام 2018. وخلال العرض كان نموذج الاختبار الحالي قادرا على الإقلاع والتحليق فوق الأرض لبضع ثوان. وقال ناكامورا إن التصميم يحتاج إلى مزيد من الاستقرار حتى يتمكن النموذج من الطيران طويلا وعاليا بما فيه الكفاية للوصول إلى الشعلة الأولمبية. ويهدف مهندسو كارتيفاتر إلى جعل سيارتهم الطائرة أصغر مركبة كهربائية في العالم، والتي يمكن استخدامها في المناطق الحضرية الصغيرة، وتأمل في تسويق السيارة في عام 2025.